تعالى بقى نروح لاحتفال متحف النوبة بأسوان بيوبيله الفضي. 25 سنة عدت يا محترم على افتتاح هذا المعرض. مصر وأسوان والنوبة بتنظم معرض خاص للفنون التشكيلية وعروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ده في إطار الاحتفالية، وكمان بيستقبلوا الزوار بالمجان. متحف النوبة واحد من أهم المزارات السياحية اللي عندنا في أسوان، وبيجذب الآلاف من السائحين دائما وأبدا. ليه بقى؟ هو بيحتوي على مجموعة مهمة جدا من الآثار والمعروضات والمقتنيات، إلى جانب تصميمه أصلا على الطراز النوبي المعماري، وهو طراز لطيف محبب إلى النفس ومبهج كمان عندما تنظر إليه. المتحف ده خد قبل كده جائزة أغاخان لأجمل مبنى معماري في العالم سنة 2001. تعالوا ناخد الحكاية من زمان. أستاذ أحمد عبد الرحمن، مدير عام متحف النوبة في أسوان، أهلا أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مبروك على 25 سنة، وعقبال ما يبقوا 25 ألف سنة كده. ربنا يخليك، الله يبارك فيك يا رب. متشكرين. حدوتة المتحف ده من البداية كانت إيه يا فندم؟ والله متحف النوبة تم افتتاحه في 23 نوفمبر سنة 97. المتحف تم اختيار المكان، كان موجود على ربوة عالية المكان ده، وكان بيحيط بالمنطقة آثار من ومقابر من العصر الفاطمي. اختير المكان كمان لأنه جاي في شارع من أهم الشوارع الموجودة عندنا في أسوان، وهو شارع الفنادق اللي بيشمل او بيضم اقدم الفنادق اللي موجوده عندنا في اسوان، هو فندق كاتاراكت القديم والجديد، وكمان جاي في منطقه يعني وسط، يعني بيسهل على الزائرين ان هم يزوروا المتحف بطريقه ميسره في طريق مواصلاتنا يعني. الاحتفاليه النهارده كانت شيء رائع وجميل، يعني شاركت فيها كتير من أطياف المجتمع. متحف النوبة احنا بنعتبره مش متحف لعرض الآثار بس كمان، لا ده متحف النوبة بنعتبره مؤسسة ثقافية. احنا عندنا فندم في متحف النوبة قسم تربية متحفية، بنستضيف الطلبة المدارس والجامعات، وبنتعامل حسب الأعمار السنية، بيعملوا شغل بالصلصال وشغل بالفلين ولوحات فنية. كمان بالتعاون مع كلية الآثار كان عاملين، شاركوا معنا النهاردة في الاحتفالية، وكانت حاجة رائعة جدا. إيه أبرز المقتنيات؟ على الاحتفالية كلمنا عن الاحتفالية، أنا موافق جدا. الاحتفالية شارك فيها كلية الآثار بأسوان، وكمان قصر ثقافة أسوان بجانب التنظيم بتاعنا. هي لحظنا الجميل ان احنا كان في مقترح ان احنا نبعت لسياده الوزير الاثار بان احنا في اليوم ده يبقى مجاني لدخول الناس وكده، فصدفت ان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار الدكتور مصطفى وزيري صدق على ان اليوم ده يبقى مجاني لجميع دخول جميع المزارات السياحيه في مصر كلها. خطوه جميله بمناسبه مرور 100 عام على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. طيب فدي كانت حاجه برضو جميله ولفته جميله ان صدفت يوم ميلاد متحف النوبه. الاحتفاليه بدات بطلبه كليه الاثار، كانوا عاملين موكب بزير فرعوني، موكب يعني تقدموا الاولاد والبنات ماسكين في ايديهم بعض الاطباق من الخوص، كانهم بيقدموا قرابين. طبعا كان جوه الاطباق ديت بلح وكده كانوا بيقدموا للزائرين يعني. وكمان كان في بيتقدمهم بنت ماسكه طبق خوص وعليه المقص، اللي كان شرفنا بالحضور الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعه اسوان، وافتتح معرض لطلبه كليه الاثار، كانوا عاملين بعض اللوحات الفنيه بيستخدموا فيها تقنيه قديمه. بعد المعرض كمان كان في معانا قصر ثقافه اسوان عمل لنا معرض الاول للفنون التشكيليه لفناني اسوان اللي موجود منهم في اسوان واللي موجود في المحافظات الاخرى زي في القاهره او اسكندريه وكده. كمان عملنا عروض فنيه لفرقه اسوان للفنون الشعبيه، ودي كانت مهداه منهم.
وكمان كان في بعض الكلمات تقديرا لمديري المتحف السابقين. احنا بفضل الله يا فندم احنا كنا كرمنا من فتره اسماء مديري المتحف، كنا فقدنا اثنين من مديري المتحف كان توفاهم الله، واطلقنا اساميهم على بعض الاقسام الموجوده عندنا في متحف النوبه قسم التربيه المتحفيه، سميناه باسم المرحوم الدكتور حسني عبد الرحيم، وقسم ومركز الوثائق سميناه باسم المرحوم الدكتور راجح زاهر، ودول الناس اللي اداروا المتحف قبل مني يعني. الله يرحمهم يديك الصحه. الله يرحمهم. على كل احنا حبينا نحتفل معاكم ونسمع صوت حضرتك وعلشان نستزيد، واشكرك جدا 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 استاذ احمد عبد الرحمن مدير عام متحف النوبه في اسوان.